إخوان أخوات، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على يعني الماوس، يعني أو يعني الكريز اللي كيشد في الكرش أو الوجع. هذا المغص هذا عنده بزاف ديال يعني مشاكل، من بينها أكل غير صحي، وكاين نظام غذائي غير صحي، وكاين يعني كيشرب بزاف المشروبات المكربنة، وكاين يعني مشاكل أخرى في المعدة، وكاين بزاف الأعراض وبزاف الأشياء كتسبب هذا المغص. والطريقة الأسلم باش تنظف الجسم من السموم والتخلص من المغص هي اتباع نظام غذائي أساسه الخضروات والفواكه. يعني هذا النباتات اللي كتفيد في علاج هذا المغص. هذا كاين يعني حب حلاوة، واحد معلقة صغيرة في ربع لتر ديال الماء، وكتشرب يعني 4 المرات في النهار، يعني تقسمها على 4. كاين كيشرب الكمون مزيان، نوجع كما احنا أمازيغي يقولوا أموند. كمون يتشرب، هو معروف عند المغاربة المشكل ديال الوجع. كمون معروف عند المغاربة من قديم الزمان، فكمون يسكن المغص. أيضا فيعني البابونج مهم أيضا في علاج مشاكل المغص. الكراوية يعني كان هناك مغص معه إسهال، فيجب تكميد ببذور الكراوية وشرب القليل منها. هذا يعني يقول شيء عن المغص، إنما بعد الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.